ضيفي لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع ده خفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف ايه ده؟ شو زان عندنا يا ولاد؟ معقولة؟ ازيك يا قمر؟ الحمد لله. ازيك يا زوزير؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام. ازيك وحشة كده؟ خلينا نرحب بكل مشاهدينا في كل مكان، يا رب تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا وتنطلقوا معانا النهارده في أربعة شارع شريف. عندنا ايه النهارده؟ عندنا الشيف سوزان منورانا ومشرفانا. ثانك يو. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عاملة ايه النهارده؟ اشاور تقولي. اوكي. خلاص؟ شاور. ايه ده؟ دي بانكيك بطاطس. اوه حلوه دي. هي حادقه. حادقه. اه بطاطس يبقى حادقه اكيد. وده ايه؟ وده كلاب ساندويتش للمدرسه. الله، ده في اللانش بوكس. في اللانش بوكس. وهنقدم معاه نسكويك الفراوله او نسكويك الشوكولاته. ده لطيف. هو مش للمدرسه بس، للمدرسه، للنادي، على على البحر، في حتت كتير قوي. طيب كده دي اول فقره معانا. الفقره الثانيه هيكون معانا فيها معهد قيصاره فرع تيوليب التجمع الخامس وبالي كاكو فرع تجمع الاول، هيشرفونا النهارده وينورونا. قبل بس ما نعمل اي حاجه خلونا ناخد فاصل ونرجع مع شيف سوزان نعمل حاجه الالات عليها. خليكم معانا لو سمحتوا. اربع شارع شريف. اربع شارع شريف. اربع شارع شريف. رجعنا لكم مره ثانيه. اي حد عن سؤال استفسار اي حاجه حابب يشارك بيها معانا خشونا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف. كمان ممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستغرام شريف مدكور تي في. عندنا النهارده كده حاجات حلوه مع الشيف سوزان صباح. ايه الاخبار؟ تمام. انت حلوه؟ ميرسي. كله تمام؟ كله تمام. كله في اللطيف؟ يس. انت عايزه تبتدي بالكلاب ساندويتش؟ ايوه. اللانش بوكس بالظبط اللي هنحط فيها النهارده نسكويك. بس قبل اي حاجه خلينا نتكلم شويه عن نسكويك. أوكي. ونعرف الناس ليه احنا بنحب نسكويك يكون معانا. اهم حاجه طبعا لاطفالنا في سن الدراسه هي التغذيه السليمه، وطبعا اهم حاجه كل الاطفال محتاجينها هي ايه؟ هي اللبن. ودايما مشكله اي اسره او اي ام مع الاطفال انهم مش بيحبوا قوي للاسف طعم اللبن، عشان كده نسكويك حل المشكله دي بسهوله جدا، لانه الاطفال هتحب طعمه. وفي حاجات بقى مهمة جدا وعناصر غذائية في الحقيقة موجودة في نسكويك. نسكويك مدعم بفيتامين دي اللي هو فيتامين دال، فيتامين دال. برغم ان مصر بلد فيها شمس تقريبا طول السنة، بس للأسف كتير من الصغيرين والكبار عندهم نقص في فيتامين دال. وده مهم جدا يكون لأطفالنا، بيخلي الأطفال بيستفيدوا من كل فوائد الكالسيوم اللي في اللبن اللي بتساعد على بناء العظم. كوبايه واحده من نسكويك بتغطي اكتر من تلت احتياجاتهم لفيتامين د. نسكويك كمان فيه زنك اللي بيساعد على النمو والحديد اللي بيساعد على التركيز. نسكويك ممكن يتشرب سخن او ساقع حسب احتياجاتهم وحسب هما بيحبوه ازاي. ممكن نحضر كوبايه لبن سخن او ساقع زي ما احنا عايزين ونزود عليها معلقتين من نسكويك. نسكويك كمان في احجام كتيره قوي احنا شايفينها دلوقتي مع بعض. في ده الحجم، ده اكبر حجم. في بعد كده اللي هو في الكيس الكبير، في الساشيهات الصغيره، في بعد كده كذا حجم من العلب، كل واحد على حسب الميزانيه
الخاصة بي. كمان في نسكويك اللي هو المنتج الجاهز للشرب بطعم الشوكولاتة باللبن، وفي الجديد نسكويك اللي بالفراولة باللبن، كل ده موجود دلوقتي في السوق. فإحنا النهاردة وإحنا بنعمل مع سوزان صباح اللانش بوكس هنقدم معاها نسكويك في بالفراولة، وفي لأنه بيبقى سهل كمان يتحط جوه علبة اللانش بوكس وسهل إن إحنا ناخده معنا أي مكان، في بالفراولة وفي بالشوكولاتة. عايزة تقولي مقاديرك؟ عايزة أقول مقاديرك. يلا مقادير الكلاب ساندويتش. مقادير الكلاب ساندويتش توست واتنين روز بيف، شريحة روز بيف، بيضة وخس وشريحة جبنة شيدر، طماطم، خيار مخلل، معلقتين مايونيز، معلقة كاتشب، بس كده. بس كده ده سهلة. أيوه. وعيش توست. وعيش توست. قلت عيش توست. قلت التوست. وعيش توست. يا سلام. يلا بينا. اتفضلي. يلا بينا. موضوع بسيط قوي قوي قوي. بس عايزين نحضر له ايه؟ مطاسه اهي. لا بدور على موضوع ابسط ابسط من طاسه. نجيب سكينه صغننه. عايزين نعمل احنا اول خطوه هنعملها هنعمل اومليت عادي جدا. طيب ده اهو نولع النار على الطاسه. حلوه دي. هات شويه زيت او زبده اي حاجه. هحط فلفل. انت قولي لي اعمل ايه واعمله لك على طول. حط ملح وفلفل على البيض ده ونعمله اومليت. بس كده بس كده بس كده. اوكي ادي ملح قليل خالص عشان مش المفروض ندي ولادنا ملح وفلفل كتير. هنحط يا دوبك يا دوبك رشه. اوكي ونقلبهم. وانت بتقطعي ايه؟ اللي هو الخيار المخلل. خيار مخلل بالظبط كده. وادي البيضه اللي هنعملها اومليت. ممكن على فكره تضربوها في الخلاط بتبقى هشه، بتبقى بان. جربتي الموضوع؟ لا. ما جربتيش تضربي البيض في الخلاط؟ لا لا بتخيل بقى ما عنديش وقت. ضايعه. طب والله هعمله واصوره. كان الخلاط عندي هنا كنت عملت فكرتي بس هو جوه. ماشي. لا بس انا بعمل حاجه ثانيه. لا اصل بيخليه هش جدا. طب انا هعمل حاجه ثانيه اوريها لك في الحلقه الثانيه بالبيض. إيه؟ هتبقى احلى من الخلاط. احط ده هنا ولا لسه؟ لو سخن احطه على طول. بس انا حاسس ان الزيت كتير. هقلله شويه. بليز. دلوقتي احنا هنعمل اومليت وفي نفس الوقت انا قطعت شويه خيار مخلل وحط عليهم شويه حاط مايونيز وعليه كاتشب وحط عليه خيار مخلل ويبقى ده الدريسنج بتاع الساندوتش الصوص بتاعه. ودي البيض بتاعنا الاومليت. اوكي ونحط الخيار المخلل عليهم ونقلب. اوكي بس كده ونقلبهم. بس اوكي ده كده الدريسنج بتاع الساندوتش. اوكي ماشي تمام. ده كبار وصغيرين هيحبوه. ده يعني الولاد عندي في المدرسه المدرسين بيقولوا لهم خلوا ماما تعمل لنا سندوتش. بجد والله. وهنا انت جايبه التوست. انا جايبه التوست محمصاه اهو. اوكي. بصوا هتعمل ايه بقى؟ هعمل ايه؟ هحط شويه من الدريسنج ده كده على الطبقه الاولانيه. اوعي توسخي القرمه. الايه؟ القرمه دي ما توسخيهاش. طب ما هي معموله عشان اوسخها. لا. ليه ليه؟ هو كده. طبعا نحط خس. ليه ببقى خايفة على طول. نحط خس. بعدين ده بقى مليان كل حاجة يعني هي تعتبر ايه؟ وجبة. ساندوتش لذيذ. نحط طماطم. خس وطماطم. وبعدين سلايس جبنة شيدر. اقلبها لك في الهواء كده؟ لا 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 بلاش. والله بعرف. لا 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 كده اهو. لا 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 ثانية. لا 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 الله يحفظني خليني اجرب نفسي مرة على الهواء على الهواء. هتلبسيها في شعرك بلاش. اسمعي كلامي. صدقني اعملي بس الساندوتش. ده انا بعملها كده مش شايفة. اعملي بس. طيب خلاص ماشي. وحط عليها بقى كده حطيت الدريسنج وبعدين حطيت الخس والطماطم وعليها واحدة جبنة. دي الطبقة الأولى. بعد كده بقول لك ايه؟ تعالي اقلبيها. غيرت رأيي. غيرت رأيك؟ أنا هبعد. ايه؟ لا 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 شاطرة وسخت البوتاجاز بس عشان انت خوفتني. كارثة. سيبيه 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 خلاص خلاص. ده انا بعملها كده بس انت خوفتني. انا مرعب. انا هزيت ثقتي في نفسي. لا معاش ثقتي في نفسي. طيب ماشي. طيب كده هنحط بقى التوست تاني سلايس تاني قطعة توست وبعدين نحط عليها المايونيز كده خلاص دي استوت بالمخلل والكاتشب وبعد كده نقوم حاطين عليها الروز بيف. لا اكشي الاومليت استوى. ثانية واحدة. اهو. بنبني ساندوتش. الله ايه ده اومليت حلو قوي. هنقطعه كده.
على من أكتر السندوتشات اللي بحبها. بجد؟ أنا كمان بصراحة. هقطعه قد ال الساندوتش التوست. بالظبط كده، حطها كده. اوكي، وبعد كده نقوم حاطين عليهم الرزبيف. رزبيف. حطيت الخس؟ حطيت خس وطماطم وجبنة، كل حاجة. كل حاجة. يجنن. هتقسميه؟ يس اوف كورس. ممكن سكينة اللي هي لا الكبيرة اللي مشرشر. بعدين هنحط فيه خيارة مخللة كده يبقى شكله حلو. بس كده اهو. كده اهو. بصوا بقى هنرشق فيه دي عشان ما ايه؟ نحط خيارة مخللة كده. اهو. اهو. يا سلام. استنى اخر حتة بس عايز كده. بوصل لا ما بوصلش. اوكي وهو واحد تاني. ثانيه 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 سيبيه. انا سيبيه لي سيبيه لي سيبيه لي. مش بقدر. انا اقول انا اللي عملته. طيب ماشي. تخري بقى كده. بس وصلك حلو ازاي؟ يجنن. بس بقى نقدمه في طبق ولا؟ لا خلاص ما انت مقدمه هناك. انا مقدمه هناك. ده بقى يتحط في علبه اللانش بوكس. ممكن كمان الطرف بتاعه نلفه بورق. عشان ما يتفك شويه. التوست بيك كمان بتمسكه يعني ورق. لو عندنا ورق زبده ممكن نلف الجزئيه دي كده بورق الزبده. بصراحه شكله عايز يتاكل. خلاص فده اللانش بوكس هنحط فيه الساندوتش ده لاولادنا وهما رايحين اي مكان ونقدم معاه ناس كويك بالفراوله او بالشوكولاته. طب تيجي ناخد فاصل ونرجع نعمل بطاطس. اوكي فاصل نرجع لكم. خليكم معايا لو سمحتوا. رجعنا لكم مره ثانيه مع شيف سوزان. هتعمل طبق كده سريع ممكن تعملوه للولاد يروحوا برضو بيه. ممكن المدرسه النادي قاعدين كده يتفرجوا على التلفزيون عايزين تسلوهم في حاجه كده وممكن يخشوا يساعدوكم في المطبخ لانه طبق سهل جدا. ايه ده؟ دي بانكيك بطاطس. هي حد مش بانكيك مسكره وهي اصلها روسي او اوكراني. أوكي. اوكي عندك مقادير؟ عندي مقادير. قولي بقى. خدوا منك الورقه الحقيقه. المقادير هي حظهم؟ طبعا اروح يا شيخ. في بطاطستين او كوبايتين بطاطس مبشوره، بصلايه مبشوره ناعم، ربع معلقه بيكنج باودر، دقيق حوالي 6 معالق غالبا، وبيضه. ماشي. الحاجات دي كلها هنحطها على بعض؟ نعم هنحط كل ده على بعضه. هنحط كله على بعضه. اوكي. اول حاجه عندنا هنعمل لكم حاجات سهله اهو. كل مره بتعمل لنا حاجات صعبه النهارده عاملين حاجات سهله والسهله وبتدي طعم انها كانها متحمره بس هي معموله في زيت قليل جدا. بتبقى مغذيه يعني بتشبع وطعمها لذيذ حلو الاطفال كده. دلوقتي حطيت البطاطس وعليها البصل والبيضه. دول 3 معالق مش 6 افتكرت. طيب كده تبقى عجينه. عجينه 3 معالق دقيق. وعلى فكره هي شكلها بسيطه بس طعمها خطير يعني الولاد هيحبوها جدا وتتحط تتعمل باحجام مختلفه. ممكن نحط فيها حاجه. انت بتحط لها ملح وفلفل؟ طبعا انا ما بحبش ملح وفلفل العيال. ملح وفلفل ده البيكنج صودا طبعا لازم نحط ملح وفلفل. اهو مش هنحط كتير. اهو وفلفل قليل خالص. عشان الاطفال. يلا اوكي اهي بس كده بنسيبها نقلبها لحد ما تبقى. انت حطيتي بيكنج بيكنج باودر او بيكنج صودا. ليه؟ عشان بتنفشها سنه كده. هشوف دلوقتي وهي بتتعمل. اوكي مش بتعمليها بايه بقى دي؟ دي معلقه صغيره. الموضوع بسيط جدا. حطي دي هنا بس لازم طبعا الزيت يكون سخن. معلقه ولا بتاع زي دي؟ ممكن دي. حلوه. هو ده سخن؟ لا مش عارف. هاتي فتفوته. بصي انا بعمل ايه بقى؟ تجربه الزيت بتاعتي لسه ما سخنش. ما سخنش. اوكي لازم يبقى بيقدح قوي. اي طيب بس كده احكي للناس عملناها زي من الاول. حطينا بشرنا البطاطس وبشرنا عليهم بصله ناعم ملح وفلفل ربع معلقه بيكنج صودا 3 معالق دقيق وبيضه. أوكي. ودي اصلا اكله مشهوره جدا في اوكرانيا او روسيا. أوكي. بيكلوها على طول.
مشهورين. هو ما قدحش بس يلا عشان الوقت بقى. طيب ماشي نحط كده شويه حلوين هتتحمر وتبقى حلوه كده. اها نعملها كده شكلها حلوه قوي بصراحه. ممكن نعملها احجام صغننه تحط في اللانش بوكس بتاع المدرسه. واحده صغننه ماشي اهو كده ممكن بس كده تتحمر كده بقى. كمان واحد عشان في الغالب هيخش ياكله منها. طيب واحده كبيره ولا صغيره؟ لا كبيره كبير عشان تبان في الكاميرا اهو كده. ولو الزيت اسخن سنه هتقوم متحمره كده تبقى حلوه وبتتقلب بعد شويه. بتتقلب هي قدامها ثانيه وتتقلب دلوقتي. هتبتدي الزيت سخن وبتتقلب وبتبقى مقرمشه وطريه من جوه بتبقى تحفه. ميرسي شيف سوزان. شكرا ليكي شيف سوزان صباح. ميرسي اشكرك. النهارده عملنا معاها كلاب ساندويتش و سهل جدا ممكن اي حد يعمله في البيت يعملوه في اللانش بوكس للولاد. وهنا اللانش بوكس هي مقدمه حاطه فيها فواكه كتيره اصناف فواكه في الحقيقه ومقدمينه مع ناس كويك بالفراوله او بالشوكولاته. بعد كده عملنا بانكيك الحدقه اللي بالبطاطس. ميرسي شيف سوزان. خلينا نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم مع معهد كساره فرع تيوليب التجمع الخامس وباليه كاكو فرع التجمع الاول. عاملين شو حلو قوي. خليكم على راس واحده. We'll be right back.
برافو برافو. تعالي يا سيلينا، ازيك؟ تعالي اقفي جنبي هنا. ازيك؟ ممكن ترفعي الكمامه لفوق؟ ازيك؟ كويس. اخبارك ايه؟ كويس. حلوه قوي عملتي الاستعراض، حلوه قوي. سقفوا لها. برافو عليكي. انت بتحبي رقص؟ برافو. انت عندك كم سنه؟ 8. 8؟ يعني كم تعرفي بالعربي؟ 8. قولي 8. 8. ومين عمل لك الفستان الحلو ده؟ اسمها ايه؟ طب بصي بقى، شايفه دبلن وهمتو؟ انت بتحبي البونبوني والمصاصه والشوكولاته؟ هنديك النهارده شوكولاته ومصاصه كتير قوي عشان انت عملتي الشو ده حلو. مش انت لوحدك، انت بكل صحابك اللي معاكي اللي عملوا الشو. اوكي؟ طيب تعالي بقى معايا. تعالي 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 اقفوا جنبي كلكم. تعالي. ازيكم؟ ازيكم. بصوا بصوا بصوا، قول للناس كده اهو ميرسي على الشو الحلو اللي انتوا عملتوه. والنهارده معانا معهد كسارة فرع تيوليب التجمع الخامس، وباليه كاكو فرع التجمع الاول. سقفوا لنفسكم جامد قوي. اول شو شفناه جيران الهنا. هنشوف دلوقتي ايه باليه، بس انتوا هتخشوا جوه تغيروا وبتوع الباليه يطلعوا. جاهزين؟ يلا خشوا اتفضلوا. يلا بسرعه بسرعه. ايوه اوكي. و هنشوف بقى دلوقتي الباليه، شو الباليه. يتفضلوا. سقفوا لنفسكم وانتوا داخلين كده. سقفوا لهم. ايوه سقفوا لهم جامد. ايوه كده. انتوا عارفين البوست بتاعكم، انا مش هروح هناك. ومعاكم ولد شاطر قوي قوي قوي. اول ما تكونوا جاهزين قولوا جاهزين. جاهزين ولا لسه؟ جاهزين. وحضرتك جاهز؟ انت بطل العرض ولا ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. محمد. طب يلا هنشوف شو باليه محمد واصدقائه. ده اسمه ايه الشو ده؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ كوبيليا. وبعديها ناخد فاصل ونرجع لكم نكمل الشو بتاعنا. مزيكا.
برافو. أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. شاطرين يا بنات، تعالوا اقفوا فوق هنا اهو، يلا. واللبس بتاعكم يجنن. وشفنا دلوقتي باليه كسرت البندق، ومين اللي فيكم هتروح تغير؟ في واحده هتروح تغير؟ اتفضلي يلا. بعد كده عندنا استعراض مودرن بقى، في سبع بنات كلهم احلى من بعض من معهد قيصاره وباليه كاكو، يتفضلوا. بليفر. لا طب قبل ما نشوف بليفر، خلينا بس ايه، عشان هم عملوا الشو عجبني، فاتكلم معاهم شويه عن هيمتو. وهيمتو بس عندنا في النهارده حلويات كتيره قوي وحاجات تجنن. بتحبوا الحلويات والمصاصه والبونبوني؟ وعشان عملتوا الشو حلو، والنهارده بقى هيمتو بس، ومعانا هناك دبلن وهيمتو، جابوا لكم احلى حلويات في الدنيا. كل واحده فيكم تبص وراها وتاخد كيس من الاكياس دي ليها، وهتلاقوا جوه الكيس حاجات كتيره من هيمتو. قبل ما نقول هيمتو بقى، عندنا البيض الشوكولاته، وعندنا المصاصه، وعندنا الحاجات اللي بالشوكولاته، وعندنا البونبوني والتوفي، حاجات كتيره قوي قوي هيمتو بيقدمها لكل اصحابي اللي بيجوا معانا هنا، بيجوا عندي هنا في 4 شارع شريف. تعالوا نشوف النهارده كده هديه هيمتو فيها ايه قبل ما نشوف بليفر. اوكي، ده في حاجات كتيره قوي، في البيضه الشوكولاته اهي هيمتو، وفي الشوكولاته السبريد اللي معاها البسكت، وفي مارشميلو، وفي حاجات كتير قوي. خلاص طيب، تعالوا بقى نشوف بليفر جاهزين ولا لا. جاهزين؟ ايوه. طب خشوا يلا، سقفوا لهم سقفوا لهم. تعالوا 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 تعالوا، خدوا البوز بتاعكم. ايه الحلويات دي؟ ازيكم؟ هتعملوا شو حلو؟ ها، هم اخدوا سنينه، ممكن تلبسي كمامه. هم اخدوا عشان عملوا شو حلو، اخدوا بصوا حاجات من هيمتو، بونبوني وشوكولاته وحاجات كده. هتعملوا الشو بتاعكم حلو، هتيجوا حاجات من العربيه هناك ومصاصه وبونبوني وحاجات كتير. عايزين دلوقتي ولا بعد الشو؟ بعد الشو. ها دلوقتي ولا بعد الشو؟ بعد الشو. ها بعد الشو. بعد الشو. انت نفسك في... طب تعالوا تعالوا معايا، كل واحده تقول نفسها في ايه. ها، كل حاجه. تحبي كل حاجه؟ ها، نفسك في ايه سيلينا؟ نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ في ده بونبوني من ده. ها حلو ده، هديكم منه. كلنا بنحبه. كلكم بتحبوا؟ وبصوا دي، بصوا دي بتعمل ازاي. اوه
طب يلا اقفوا خدوا البوز بتاعكم، يلا سينا البسي الماسك، يلا جاهزين؟ اقول مزيكا ثانية واحدة؟ لا كله جه خلاص، يلا خدي البوز بتاعك يا أروبا. يلا هنسمع بليفر وبعديها هناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم مزيكا. شارع شريف شارع شريف أربعة شارع شريف جامد. ايوه طيب النهارده كان معانا حفله من معهد كيسارة فرع توليب التجمع الخامس وباليه كاكو فرع التجمع الاول. بنشكر طبعا مؤسس معهد كيسارة استاذ دكتور كرم ملاك ومديره المعهد استاذه كاكو جاد، كان نفسي اشوفك يا كاكو النهارده. ومعانا كمان مدرسين ومصممين الباليه استاذه هدير الحامي استاذ سعيد ابراهيم، يتفضلوا اهلا. سقفوا للتيتشرز بتوعكم جامد قوي. وبنشكر كمان مدرسة مصممة المودرن دانسينج أستاذة سوزي فياض. ازيكم؟ الحمد لله. شرفتونا ونورتونا. ميرسي. أخباركم إيه؟ كله تمام؟ كله تمام. احضروا معانا الشو ده. ممكن؟ يلا. وقفوا معاهم. يلا. طيب مرة تانية بنشكر معهد كيسارة فرع توليب التجمع الخامس وباليه كاكو فرع التجمع الأول. ودلوقتي هنشوف آخر شو معانا هو استعراض جاز. ويا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهاردة في أربعة شارع شريف. نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد. شكرا لكم. باي باي. مزيكا.